السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيه هاد ليكرون هاد ديال البنات اس دين. كيف ما كتعرفوا هاد ليكرون البنات كتصلح لجميع انواع البشره، هي فقط اونتيطاش، يعني الناس اللي بغاو ما يكونش عندهم لي زيطاش في الوجه، والناس اللي عندهم لي طاش وبغاو يتحيدوا ليهم مع المده. واخا هما كاتبين هنايا اموا يعني كيبان الفرق، مي ما نكذبش عليك اموا ما يقدرش يبان لك الفرق بزاف، خاصك تستعمليها مده هكذا باش يقدر يبان لك واحد الفرق ديال شويه. هي المهم ما كتخليش لي طاش اخرين يبانوا جدادين، هذا من جهه. اول حاجه البنات انا هنايا اختاريت هاد الريفيرونس هادي ديال اكتيف انيفي، هي فيها بزاف لي ريفيرونس. هاد لاكتيف انيفي هاد الريفيرونس هادي كتستعملوها جميع انواع البشره، كيف ما قلت لكم الناس اللي ما بغاوش لي طاش في وجههم، هي هاد الريفيرونس هادي. بالنسبه لا ستركتور ديالها كتجي فلويد، يعني كتجي دايره بحال الشكل ديال الماء تقريبا، يعني كتجي سائله بزاف، بالزربه كتدخل كتطابيها على الوجه كتدخل في الجلده، ما كتبقاش هكذا باينه نهائيا، ما كتزيت لك الوجه ما حتى شي حاجه، يعني كديريها بحال اللي راكي ما دايره حتى شي حاجه. هذا من جهه. بالنسبه للحمايه ديالها من اشعه الشمس كيقولوا 100%، وبصح نيت يعني فاش كديريها ما كتحسيش بالشمس شدات فيك، ولا كتحسي بدوك لي طاش كاينين فيك ولا بانوا جدادين، هذا ما كاينش هذا الشيء. ولكن لي طاش الا كانوا عندك قدامين، يعني لو كنتي كتستعمليها مده، مع المده كيوليو يخفافوا، ما غاديش نقول لك كيمشيو بصفه عامه، ولكن كيوليو يخفافوا، يعني نقولوا عليها زوينه ولكن فيها الثمن غالي البنات. بالنسبه للثمن ديالها الا مشيتو عند مول الماكياج يحسب لكم ديك 2400 فحال هكا 4400، يعني 220 درهم عند مول الماكياج، وعند مول بارافارماسي كيدير 275 درهم. هذا من جهه. نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، تجي على هذا الشكل البنات، ها نتوما تشوفوا صغيره، واخا تشوفوها قد هكا شوفوا يديا قداش صغيره قد لي تقريبا. هي هنايا ضد الاشعه اي في ا و اي في بي، مدورين هنا على اي في ا، كيف ما كيقولوا لك هنايا لي زيكرون اللي مزيانين راه كيكونوا مدورين على اي في ا، يعني هي هاد الاشعاع ديال اي في ا هو اللي كيدخل للجلده، وفيها هذا البروتيكسيون عاليه البنات من ضد اشعه الشمس. بالنسبه للحجم ديالها 50 ام ال، صراحه بالمقارنه مع الثمن راه غاليه، ولكن صراحه لي زيفي ديالها زوينين، يعني كيبان لك النتيجه ديالها كتبان لك سميتو. كيف ما قلت لكم راه ضد التصبغات، شوفوا هذاك سميتو لا ستركتور ديالها كيفاش كتجي في الويد بزاف البنات، كيما كتشوفوا نطبقها معكم، شو ما كتبقاش تبان نهائيا، شويه هكذا كتختفي بحال اللي راكي ما دايره حتى شي حاجه لوجه ليدك. هانتوما البنات صافي كتولي ما دايره بحال اللي راكي ما دايره حتى شي حاجه، ما كتبقى مزيته ما حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات الحاجه اخرى بغيت نقول لكم بالنسبه لطريقه الاستعمال، ها هي هنايا كتحطيها على جوج صباع فحال هكذا، كديري بحال هكايا، هادو هما جوج صباع هكا، هذه هي طريقه الاستعمال، كتحطي هذا كتحطي هذا صافي، وهذا الشيء كيكفاك انك تطبقيه على وجهك، نديروه نيت الوجه ما يضيعش ياكو. ايوا وهذا هو الشكل ديالها البنات، تقدري هكا نيشان نيشان تستعمليها فوق صباعاتك ولا فوق وجهك نيشان. وصراحه البنات كيف ما قلت لكم لي في ديالها راه ماشي كتحيد، ماشي اونتي طاش، يعني كتحيد لي طاش لك مع، واخا كتبين فيها هنايا اومو كتبين فيها هنايا اموا زعما كيمشيو هذوك لي طاش، لا يعني لي طاش كيبقاو ما نكذبش عليك، تيخفافو مع المده الا بقيتي كتستعمليها مده كيخفافو. وكما شفتوا اسميتو هذا لا ستركتور ديالها سائله بزاف، يعني بالزربه كتدخل في الجلده وما كتبقاش تبان، ما كتبقاش مزيته، ما كتبقاش تزرق الوجه، هذا هو اهم حاجه، والبروتيكسيون ديالها عاليه عاليه بزاف. وهاد الماركه هادي البنات يمكن ماركه اسبانيا،
كيقولوا عليها جو بونس ماركه اسبانيه. ماشي غير شغلات صراحه غاليه، ولكن زوينه بزاف، فيها مواد ما كيضروش البشره، ما فيهاش مواد اللي صعبين على البشره. اما بالنسبه لمده الاستعمال 12 مو، يعني عام، منين تحليها وانت كتستعمليها عام، ما تفوتيش عام فيها. كيف ما كتعرفوا هذا الشيء راه كيكون حساس، ومن الاحسن نديروا جميع الاحتياطات اللي كيكونوا مكتوبين عندنا في لابواط. كنصح بها بزاف الناس اللي كيديروا دوك تيديروا دوك الاحماض الفواكه اللي كيقشروا بهم البشره. يعني هادوك ما كيبغيوش درجه الحراره عاليه، ما كيبغيوش تخرج الشمس، ما كيبغيوش تقيسك هذيك الاشعاعات الشمس. يعني من الاحسن تبقاو تستعملوا هاد ليكرون اللي كدير شي تريتمون ديال التبييض، ولا تريتمون ديال هذا ديال التصبغات، ولا شي حاجه. كنصحها بزاف بهاد ليكرون هادي، راه زوينه بزاف، وكيف ما قلت لكم راه بروتيكسيون ديالها 100% البنات، زوينه ما تخرج لك على وجهك ما حتى حاجه. ديريها في الدار، ديريها في تكوني خارجه، ديريها هكا في اي وقت تقدري ديريها. وكيف ما قلت لكم هي ماشي غير ايكرون، هي راه كتحميك حتى من التصبغات. وها هي هنايا كما شفتوا، ها هي هنايا كل شيء واضح وباين. ونتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.